وهنا يستحضرني التناقض اللي يعيشه كثير من الناس، يقول عن نفسه أنه شافعي المذهب، أشعري العقيدة، مثلا رفاع الطريقة، شافعي المذهب، أشعري العقيدة، رفاعي الطريقة ولا شاذ للطريقة. طيب أنت لما كنت شافعيا لما لم تتبع الشافعي بالعقيدة؟ لماذا تتبع الشافعي بالفقه وتخالفه في العقيدة تتبع الأشعري؟ إذن هذا ليس شافعيا بإحسان، انتبهتم؟ يعني هل كان الشافعي العقيدة سيئة حتى تأخذ منه تتابعه في الفقه دون العقيدة؟ ثم هل كان الشافعي سيئا في الطريقة حتى تأخذ طريقة فلان وتترك طريقة الشافعي؟ إذن هذا في حقيقته وإن كان متعصبا للشافعي هو ليس بشافعي، قد وافقه في شيء لم يتبعه بإحسان، قد وافقه في شيء وخالفه في أشياء، ولكن هذه من البدع والمحدثات. يقول لك مثلا، يقول ايش انه حنفي المذهب، ما تريدي العقيدة ومش عارف ايش في الطريقة. طبعا الطريقة يعني طريقة ذكر وصلوات تصوف يعني، والعقيدة الجانب النظري، والفقه الجانب العملي والمسائل الأحكام الفقهية. فهو يتابع الشافعي في الفقه ويخالفه في العقيدة، لأنه ما كان يخالفه لقال إيش شافعي عقيدة وفقها صح، لكنه قال أنا شافعي في العقيدة، أشعري شافعي في الفقه وأشعري في العقيدة وشاذلي في الطريقة. ربنا جل وعلا ماذا قال عن التابعين للصحابة؟ قال والذين اتبعهم بإحسان. ولا يكون متابعا للصحابة بإحسان ما لم يحمله إيش على فرده الكامل، يتابعه في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق وفي الأداب، كما يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ما تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في شيء وتدعه في شيء، وإنما تتابعه في كل شيء. نعم.